بنتكلم قبل الانترو، قبل ما نخش يعني على الهوا، كنت دايما بقول ايه يا جماعه، البار ده هو البار اللي عندنا ده فول اوبشن يعني، هل هو كامل كل عندنا كل حاجه؟ لما جبت الكابتن ناصر عباس قال لي لا، احنا عندنا في مثلا لو كان عندنا تقنيه او تكنولوجيا خط المرمى، اعتقد ان الموضوع ده ما كناش هنوصل ان احنا نتكلم على الاقل اخر مباراه زي ما الاستاذ محمد قال في او قبل الاخيره لما طلع الجيش. الفكره يا كابتن اسلام ان ما فيش توحيد للمعايير، بمعنى ان الموضوع هو بروتوكول واحد. انا ما اعرفش ليه لماذا لا يتم تطبيقه. بروتوكول واحد تطبيقه لابد ان يخضع للضمير ولابد ان يخضع للتجرد. هل احنا بنحكم المباريات بضمير وتجرد ولا لا؟ يسأل في هذا والمطلع على الضمائر الحكام والله سبحانه وتعالى. انما في الاول وفي الاخر، بس انا قبل بس ما تتكلم، انا بتكلم في ايه بعيدا عن الضمير لكن انا بتكلم عن الكره عدت ولا ما عدتش. ده لا، لو التقنيه موجوده، لو التقنيه موجوده كان الموضوع انت. طب يا صفرت يا ما صفرتش. طب من غير، لا ما هي ما تراجعتش كمان يا كابتن، يعني ما خدتش الوقت الكافي للمراجعه. من غير التقنيه انا بتكلم في المعيار دلوقتي. عايز اراجع كل الالعاب الجدليه اللي خدها نادي الزمالك ومقارنه بالنادي الاهلي. خلينا نشوفها في الاهلي. نادي الزمالك يا كابتن اسلام، لا انا مرتبط ارتباط شديد الصله بنادي الزمالك. نادي الزمالك هو المفروض بينافسني على البطوله، وبالتالي لابد ان يكون، لما اتكلم عن توحيد معايير لابد ان اشوف المنافس بتاعي بياخد نفس ما هو. كابتن سالم حفيظ قال كلمه مهمه جدا، قال قبل كده انا انت بتطلب مني ان انا ابص في ورقتي، ابص في ورقتي، ابص في ورقتي. انا حاضر هبص في ورقتي، لو ورقتي زي ورقه اللي جنبي، لو ورقه اللي جنبي مختلفه عن ورقتي لا ابص في ورقه اللي جنبي. هي الفكره هنا دلوقتي نفس الكلام بالظبط، نفس الكلام. لما كوره، اخر كوره، اخر قرار احتسب لنادي الزمالك هو كان ضربه جزاء لسيراميكا، امام سيراميكا، واللي فاز بيها الزمالك واللي قرب بشكل كبير منها من البطوله. وهو انا شايفه لم يكن يستحق هذا الفوز، لان ضربه جزاء تقريبا اتخذ فيها 3 دقائق ونص او 4 دقائق، بنجيبها من كل الزوايا، يمين وشمال وفوق وتحت. لو بصيت على كابتن محمد الحنفي وهو رايح بس للفار، طريقه حتى مشيته طريقه مختلفه ما شفتهاش في ملعب من اي ملعب من ملاعب العالم. طريقه يعني توجهه للفار مختلف، وقوفه على الفار مختلف، وهو راجع. انا مش عارف مراقب المباراه بيتكلم معاه في ايه. السويس محسن حسنين اللي هو معروف ان هو طبعا رئيس منطقه السويس لكره القدم، وهو راجع من الفار. انا حتى تعبيرات وش الحكم وهو راجع من الفار بتبقى باينه. انا والكابتن محمد الحنفي راجع من الفار ما كنتش عارف هو عايز ايه، حتى برضه راجع بيتمشى وبيسمع المراقب وبيسمع وبيسمع اللعيبه، وفي الاخر احتسب ضربه جزاء. نفس الجزئيه بقى هنا بشوفها كره هدف للنادي الاهلي، كره هدف 15 ثانيه تقريبا اللاعب وقف وتم استكمال المباراه. فين المعيار هنا؟ ما عشان كده احنا بنتكلم، احنا ما بنتكلمش عن نادي الزمالك علشان ان احنا عايزين نتكلم، هو التنافس ما بين الاهلي والزمالك. ايه الفكره؟ هو ده المعيار. المعيار مش مظبوط يا كابتن، التقنيه واحده، انما المنفذ للتقنيه واللي قاعد على التقنيه هو العامل البشري. ولما تلاقي العامل البشري بيحكم نفس الحكم على نفس الواقعه حكم مختلف، يعني هم كانوا قدامنا، يبقى اذا انت لابد انك تصدر للناس فكره لا هو في ايه. طيب حلو جدا الكلام ده، كيف نطبق بقى هذه المعايير؟ بمعنى ان انا عندي بروتوكول واضح 1 2 3، لو الكره دي حصل فيها كذا من الفار، يعني لو الكره دي حصل فيها كذا يبقى انا هعمل كذا كحكم، اعمل كذا او اعمل كذا او اعمل كذا. طب هو اعملها ازاي؟ ما هو انا في الاخر يهمني ان يكون عندي عداله تحكيميه. خلاص فاضل مباراتين، يعني نجرب نشوف الماتشين اللي جايين هيحصل ايه، وبعد كده الموسم القادم ولسه عندنا كاس مصر ولسه عندنا السوبر المحلي، وبالتالي ما احنا او احنا عايزين ان احنا نشوف كيفيه تطبيق هذا البروتوكول بشكل كامل على كل الفرق مش على فريق واحد فقط. ما هو زي ما حضرتك قلت في الانترو يا كابتن، انت جبت تقنيه الفيديو بالكامل ولا جبت اوبشن وسبت تقنيه خط المرمى؟ ما هو دي مشكله. يعني انت دلوقتي لو انت زي ما حضرتك قلت بتجيله على الساعه او على السماعه اني الكره عدت خط المرمى بكامل محيطها، ما خلاص يبقى المشكله اتحلت. الكره بتصفر لان الكره بتصفر. فاذا الموضوع مرتبط بان انت جبت، بس حضرتك احنا بننسى، انا مش عايز اذكر اسماء. كابتن احمد مجاهد اول ما جه عمل اجتماع بالانديه كان بيدرس قرار الغاء تقنيه تطبيق تقنيه الفيديو اصلا. طب احنا نسينا؟ يعني الموضوع ده ما كانش محتاج اي دليل، معناها ان انا عايز تقنيه الفيديو ما تكونش موجوده. وساعتها ارتكنا للفلوس وقال لك الانديه طب تشارك في جزء من الفلوس. فتطبيق الموضوع ده كابتن هيفضل، يمكن هيظل الا لما تجيب كل حاجه
ويبقى في لجنه محترفه تدير الدوري. انا شايف ان الحل تدير الدوري مش تدير الحكام. الدوري والبطولات كلها الدوري تحديدا الكاس طبعا خليه تبع اتحاد الكوره عشان الرعاه. الدوري تشكل لجنه محترفه تدير الدوري. اللجنه دي يتم تشكيلها بشكل معين هتكون محترفه تتقاضى رواتب بشكل كويس جدا بتبقى ناس فير هي رابطه الانديه المحترفه منتخبه مش معينه لان التعيين اثبت ان هو يعني انا قلت منتخبه حتى لو اضطرينا مثلا اول سنتين زي ما عمل بعض الدورات العربيه ان احنا نستعين بتجربه ولو على سبيل المثال انجلترا نجيب مثلا 2-3 ان اول سنتين يشتغلوا عندنا كويس جدا ونمشي الموضوع. لو طبقت هذه التجربه واشتغلت اعتقد المشكله مش في تقنيه الفيديو كابتن، المشكله في الناس اللي بتدير وبتوجه. يعني مش عايزين نتكلم مثلا بعيدا عن الاداره والتوجيه يا عويس، انا برضو عايز اوصل لحلول منطقيه في الاخر نقدر من خلالها ان احنا نحكم ان الكره دي اتحسبت للاهلي او اتحسبت لغير الاهلي، اتحسبت ضد الاهلي او اتحسبت للفرق اللي ضد النادي الاهلي، وبالتالي كيفيه تطبيق هذه المعايير هي ده بالنسبه لي سهل. انا مش فاهمه سهل نجيب الفاركو نجيب تطبيق التقنيه كلها يعني ليه جبنا حته؟ وبعدين كل ما تسال الكابتن احمد مجاهد يقول لك انا مالي، اساله اللجنه الخماسيه انا مالي هم اللي اتفقوا عليها كده. مفيش حاجه اسمها كده يعني ما هو طبعا. فالحقيقه انت خلاص يعني خلاص هنفضل عرفت العيوب اللي موجوده عرفت العيوب ما تقول لهم. طبعا هي في المشاكل اللي بين الشركه الاسبانيه وبين اللجنه الثلاثيه دلوقتي اللي ورثها الكابتن احمد اللي هي عشان الماتشات وعشان الفلوس المتاخره، فهم بيعندوا ده حتى بيعندوا ان هم يدربوا الحكام الجداد. انت عندك حامل رايه واحد، انت متخيل في كل الحكام اللي بيشتغلوا في فار دول حامل رايه واحد. ده حتى تطبيق التسلل نفسه فيه مشاكل لانك اوقات الكاميرات بتتحط غلط فبتجيبش ثلاث خطوط، لو ما جابش الثلاث خطوط بتوع الملعب مش هيعرف يعمل خط التسلل. فاوقات بتشوف تسللات كوميديه يعني شوف الكره محسوبه تسلل وانت بالعقل يعني شفت كره محمد صلاح امبارح لما اتحسب الدب يعني تقريبا بشعره يعني هم دلوقتي زودوا في الدوري الانجليزي كان بيحسبوا الخط ليه سمك عشان كان عمل مشاكل السنه اللي فاتت كان سمكه اصغر، دلوقتي كبروا السمك عشان يقللوا هامش المشاكل اللي حصلت السنه اللي فاتت لانه الاتحاد الانجليزي كان الفيفا عامل معاه مشاكل. تخيل انت بقى الدوري الانجليزي الفيفا كلمه عشان المشاكل الصغيره اللي هو الخط الهندسي اللي كانوا بيعملوا الحاجات اللي استفاد يا وسط. طبعا قصدي ان هو في الاخر كان في انتقاد لشيء معين او حاجه معينه وبالتالي هو كاتحادكم او اتحاد انجليزي عمل ايه؟ رابطه الانديه المحترفه الانجليزيه رابطه الانديه المحترفه الانجليزيه عمل ايه؟ غير الموضوع وكبر الخطه علشان لان يعني في تجرد يا كابتن بالظبط كده في تجرد انما عايز اوصل لشكل احنا مشكله بشريه مش مشكله تطبيق مشكله بشريه في لا مشكله بالظبط الدوت اللي انا عايز احنا جبنا حته وسيبنا حته والحته الاهم اللي احنا سيبناها هنا انت بتحاول معلش بالمناسبه انت بتحاول تقلل من عامل البشري جوه الاخطاء او الاخطاء البشريه جوه المنظومه بمعنى ان انت بتقلل البشر يعني الحكام بيبقوا خلاص بقى يا جماعه ده انا شايف الفيديو وشايف الصوره لا والحكم بيصفر فاول وكورنر واوت بس اوقات انما الحاجات المؤثره كلها في اللي هي الهدف وضربه الجزاء والتسلل كلها تقنيه بس انت بتقلل كل المشاكل التقنيه على فكره إيه؟ لان في اوقات كتير بتبقى التقنيه واضحه جدا ليك وليا ولكل الناس والحكم مختلف. العامل البشري هنا في مصر تحديدا مع الحكام ومع اتحاد الكره مختلف. انا مصر على كده، هو موضوع بشري وموضوع مش عايز فكره. ما احنا ما حدش بيقول لك لا انا مش عايز اقول توجيهي لا انا موضوع لا ما فيش الكلام ده بس انا قصدي اقول لك ايه ان هو ممكن يكون انا قلت مش عايز اقول هو ممكن يقول ايه هو ممكن يكون ان هو لما نقلل العامل البشري هتبقى نسبه الخطا اقل بكتير، هي دي القصه. طبعا طب ما ده عشان تقلل العامل البشري لازم تزود العامل التكنولوجي بالظبط. ان هو لو انت العامل البشري ما عندوش المهاره ولا الدقه ولا الاتقان انه يعمل شغله فانت بتحاول تزود له طول الوقت العامل التكنولوجي. هي دي النقطه. بتحاول توصل له خد يا عم مش انت نظرك ضعيف فعملت لك نظاره، طب النظاره مش شايف فيها كويس فتغير له عدسات ركب له عدسات احلى او تكبر له او تجيب له مكبر تحاول تجود له تدي له كل ده يعني ده دور يا كابتن اللي هو تدي له حاجه بمعلقه في بقه عشان نخلص بس يعني دي اسهل حاجه انك تجود لو في رابطه انديه محترفه يا كابتن هتلاقي تشتغل على نفسها على طول يعني هو ده الحل. انا وجهه نظري ده الحل محترفه طبعا ده الحل. هنطلع فاصل وبقى